هذا الداس هو مدخل لينكس. هو كاين واحد جوج ديال الكلمات اللي غادي نستعملوهم اللي هما Hypertext و Hyperlink. بالنسبة للينكس بغيتكم تعرفوهم شنو. نبداو بهذا Hypertext اللي هي الكلمة الأولى شنو كتعني. مي غادي ناخذ واحد المثال اللي غادي يوضح لنا الصورة أكثر. أنت مي كتكون كتقرا في واحد الكتاب، داك الكتاب كتصفح فيه من اليسر لليمين، دونك غادي كدور في الصفحات من اليسر لليمين، دونك هذاك التصفح ديالك في حد ذاته لينير. اون فوا كتوصل لواحد لاباج، هذيك الصفحة كتقراها من الفوق للتحت، حتى هو تصفح اللي هو لينير. هادشي شنو كيكري لينا؟ كيكري لينا واحد مجموعة ديال لي دوكيومون وسط الكتاب، ولا واحد المجموعة ديال الصفحات وسط الكتاب اللي تاتشي فيها لينير، ولا كيف ما كنسميوه لينير باللغة الإنجليزية. في الجهة الأخرى عندنا الهايبرتكست. ناخدو مثال باش نعرفو لا كونيكسيون ما بين هاد لي باج في النيفو ديال الهايبرتكست كيفاش كتكون. عندي مثلا واحد دوكيمنت اي بي سي دي اي و اف، مجموعة ديال لي دوكيومون ولا مجموعة ديال الصفحات اللي بغيت ندير واحد لا كونيكسيون ما بيناتهم. هاد لا كونيكسيون كيفاش غادي تكريا؟ هاد الكونيكسيون غادي تكريا بواحد النقط اللي كتواجد في بزاف ديال البلايص. عندي نقط في ا، نقط في بي، نقطة في سي، نقطة في او، اي نقط في اف. دونك هاد النقط اللي عندنا او نيفو ديال كل دوكيومون غادي تكري لنا واحد الكونيكسيون ما بيناتهم. عندنا واحد النقطة في ا اللي كتونفوي للدوكيمنت بي، عندنا واحد النقطة في بي اللي كتونفوي للنقطة اي. بلا ما نمشيو للامثلة كاملين، غير هو اللي عرفنا هنايا كو راه ماشي بالضرورة هذاك التصفح او نيفو ديال هاد لي دوكيومون غادي يكون لينير. هنايا عندنا حالة ديال اي صيفطات للدي، دي ماشي تابع اي، راه بعيد على اي، ولكن كانت واحد لا كونيكسيون ما بيناتهم. اللي بغينا نوصلوا بان التصفح او نيفو ديال لي دوكيومون اللي هما هايبر تكست كيكون نون لينير، ولا كيف ما كنسميوها مالتي لينير، يعني ماشي فحال هنايا اللي هو غادي واحد التصفح اللي هو عادي. دونك لا كونيكسيون ما بين صفحات او نيفو ديال هاد الكتاب لينير، لا كونيكسيون ما بين هاد لي دوكيومون ماشي لينير، كنسميوها مالتي لينير ولا نون لينير. اللي كيخول لنا في الاخر بانه يكري لنا واحد مجموعه ديال لي دوكيومون اللي هما انتر كونيكتد، عندهم واحد لا كونيكسيون ما بيناتهم اللي هي ماشي لينير. نرجعوا دابا للتعريف. الهايبر تكست هو واحد التكست اللي فيه واحد اللين لدي دوكيومون واحد اخرين، اي في الاخر دوك لي دوكيومون غير وليو عندهم واحد لا كونيكسيون ما بيناتهم. حنا اللي كيهمنا من هادشي كامل هو هاد لينكس اللي غادي نخدموا به من بعد. ارا نمشيو دابا ونشوفوا الهايبر لينك شنو عندي هنايا. مجموعه ديال لي دوكيومون عندهم كونيكسيون ما بيناتهم، غادي نشوفوها من بعد. غير هو الهايبر لينك هي ديك النقطه اللي غادي تصيفطك لدوكيمنت واحد اخر، يعني قراو باللغه الانجليزيه تايب اوف كونتنت، واحد النوع ديال الكونتوني اللي الا كليكيتي عليه غادي يصيفطك لدوكيمنت واحد اخر. ناخذ مثال، عندي هذا الدوكيمنت اي فيه ايمج، فيه مجموعه ديال التكست وفيه ايماج. الدوكيمنت اي فيه مجموعه ديال التكست وفيه ايماج. الدوكيمنت بي فيه تكست واحد الكلمه، دونك هاد السيت هو فيه تكست فراز. عندي واحد السيكسيون، اشنو بغيت هنايا؟ بغيت مثلا هاد ليماج اونفوي لدي، اللي كيعني بانني كرييت واحد الهايبر لينك، واحد اللينك اللي غادي اونفوي لدي، وهداك اللينك ماشي غير تكست، راه يقدر كيف ما قلنا يكون ايماج. كاينه حاله واحده اخرى في هاد السي كي اونفوي الاف، ولكن هذاك الهايبر لينك خدينا واحد الفراز من الدوكيمون كامل اللي حطينا فيها واحد الهوت سبوت، حطينا فيها واحد اللين باش الا كليكينا عليه نمشيو للاف. بالنسبه للدوكيمنت الاخر عندي واحد الوورد، يعني كلمه من جمله كامله، الا كليكيت عليها غادي تصيفطني للدي اللين الاخر. واحد السكشن يعني واحد لابار كبيره من الدوكيمنت ديالي هي اللي كتونفوي البي. يعني في الاخر شنو كرينا؟ كرينا واحد لا كونيكسيون ما بين هاد لي باج كاملين اللي عندنا هنايا، اي و بي و سي و اف و اي و دي. دونك كرينا واحد الكونيكسيون ما بين هاد لي باج. دونك خلاصه القول، الهايبر تكست هما واحد لي دوكيومون اللي فيهم دي ليان اللي كيصيفطوا لدي دوكيومون واحد اخر، هذيك لا كونيكسيون اللي ما بيناتهم ماشي بالضروره كتكون لينير. اي الهايبر لينك هو داك اللين اللي مي كنكليكيو عليه كيصيفطنا لواحد الباج واحد اخر.